ايه رأيك في الآلهة ازيس واوزوريس افروديت زيفس هرمس؟ ايه رأيك في الآلهة العظيمة دي؟ طبعا انت دلوقتي لما بتسمعني تقولي دي اصنام وخيالات واساطير مش ممكن اؤمن بيها، بس عارف لو كنت عايش في ايام ما كانت الناس بتؤمن بالحاجات دي كنت ممكن تغير رأيك. الناس دي كانت متقدمة جدا، والحضارة اللي كانوا عايشين فيها حضارة مكسرة الدنيا، حضارة الرومانية اليونانية الفرعونية، ده ناهيك بقى عن الحضارة الصينية او الهندية وشرق اسيا. الوقت اللي كانوا بيعبدوا فيه الالهة دي كانت الحضارات دي مبهرة. على نفس المقياس حاليا لما تلاقي حواليك حضارة مبهرة بس ملحدة مش شرط يطلع كلامها صح، زي ما طلعش ان ربنا هو ايزيس ولا اوزوريس ولا افروديت ولا زيفس ولا هرمس، ما تتغرش ان اللي بيقول الكلام ده ناس كبيرة او حضارة زاهية. لا، زمان برضو الحضارات العظيمة دي كانت بتقول كلام فارغ بالنسبة للدين. اظن مفيش اي حد دلوقتي بيعبد لا زيفس ولا هرمس ولا ارطميس، بانت ان هي مزيفة. بس بعد قد ايه؟ بعد سنين. كان اياميهم اللي يقول على يسوع المسيح ابن الله كان متخلف، بعد كده الحضارات دي نزلت وفضل ربنا يسوع المسيح هو ابن الله. ارجوك مش لما تسمع كلام كبير او من ناس فاهمه، مع كل احترامنا ليها علميا او ثقافيا او سياسيا، مش معنى كده ان كلامهم الديني او الروحي مظبوط.